سلام البنات، صباح الخير عليكم. ازول في الاخوند ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامله بخير. اليوم ان شاء الله راح نديكم معايا اذا تحويسه هكا خفيفه ظريفه للجبل. طبعا هنايا وصلنا الصباح بكري، هاي 7 دركا. هذا الدار تاع جدي الله يرحمه. هذه الدار طبعا قديمه بزاف، راهي كيما راكم تشوفوا بالحجر. فوالا صورت لكم هكا شويه مناظر الصباح بكري، هكا المناظر هذو طبيعيه. كما راكم تشوفوا هذه الدار جات في وسط الجبال، ما شاء الله يعني المناظر هايله، واحد الهدوء واحد السكون هايل. ادينا معنا طبعا لماعن، ودينا الخضره واللحم كامل باش نديروا هذه الوعده ولا وليمه كما نقولوا لها بالعربيه. هاي لك هنايا اذا وجدنا كلش. كما راكم تشوفوا بدينا نقشروا في الخضره طبعا هنايا. هنا بدينا طبعا بالبصل هو الاول باش نقلي اللحم تاعنا، ومن بعد نكملوا الخطوات الاخرين. هنا راني نقشر في البصل، مرت خويا راهي دير تقشر في اللوبيا. هاي ليك كملنا اذا قشرنا كامل الخضره تاعنا، وبديت غسلت اللحم تاعنا. هاي ليك هنا نغسل اللحم طبعا، لا كاين كشي عظيمات ولا نحيهم، سينو راهي طبعا راهو هنايا نظيف. عاود تغسلته هكا شويه كيما غسلت ايضا ثاني الدجاج، هذا كنا ملحناه شويه وغسلته. هنا بديت راح نقلي اذا اللحم تاعنا، درت شويه زيت وحطيت طبعا هذاك اللحم وزيت الدجاج، قليتهم مليح ونمرق طبعا بالماء يكون سخون. هنايا طبعا بعد ما حطيت اللحم هذاك يتقلى، رحنا نكملوا الخضر المتبقيه اللي هي الزروديه واللوبيا وكامل. ما بيد ما اللحم تاعنا يطيب نزيد نرمي الخضره الاخرى. هنايا اني مرقت القدره هذه، طبعا درت قدره كبيره وواحده صغيره باش تكفي يعني واحد 40 شخص هكاك. وهنا اني شمخت الحميصه ومن بعد طيبناها طبعا في الماء، ووجدنا كامل الخضره وغسلناها بالطبع كما راكم تشوفوا. هاي ليك هنا بعد ما طاب الدجاج هذاك، نحيت الدجاج هذاك وخليت اللحم يطيب يكمل مع الخضره الاخرى. هنا رميت لاغيكو اللي هي اللوبيا الخضراء مع زروديه، ومن بعد نكمل الخضره المتبقيه اللي هي سهله باش تطيب كيما الكورجيت والبطاطا واللفت ثاني. طبعا هذه القدره تدي واحد 80 لتر، هذه كيقولوا لها القدره تاع 80، وزدنا واحده صغيره ثاني. وهنايا مرت خويا غسلت طبعا الطعام هذاك وبدات تفور فيه. وهنا راني نشمخ فيه طبعا باش نزيد له التفويره ثانيه.
طبعا هنايا كي طاب كامل الحمى هذاك، هنا جات وصلت الام تاعي راهي تفتت في الحم هذاك. حنا من عاداتنا كي نديرو وليمه ولا وعده كيما قلت لكم، ما نديروش هكاك الحم دي مغصو كبار، بل نخلطوه هكا كيما شتو، يعني نفتوه كامل ونخلطوه في الطعام. وبعد يعني كل واحد والعادات تاعو، حنا هكا نديرو. طبعا كي يبرد كامل هذاك الطعام ندهنوه بزيت الزيتون، ومن بعد نخلطوا له الحم كيما راحين تشوفوا دركا. هاي لك، اذا هنايا الام تاعي راهي تخلط في الحم هذاك، زدت له شويه تاع الدجاج وتكمل هكذا حتى تكمل كامل الحم اللي عندنا وطعام ثاني اللي عندنا. وهنا رانا نقشرو في البيض، هاي ليك راح نحطوه من الفوق برك، ما راحينش نخلطوه مع الحم هذاك. وهنايا طبعا راني نقلي في الفلفل هذا الحار اللي يحب يخلط مع الطعام. وهنايا كملنا كامل، انا كيما تشوفوا غسلنا كامل الماء عن هادوك، درنا واحد الروبيني هكا اون بلانير كيما راكو تشوفوا، هايله هذه المنطقه. غسلنا الماء عن كامل، كان لازم علينا نعاود نرجعهم كامل للدار وين ديناهم. طبعا والوليمه هذه كيما قلت لكم الاخ تاعي ربي يحفظه اداها للجامع، فرقها كامل للخدامة وكامل، الله يجعلها وعدة مقبولة كما نقوله. وهنا يخرجنا لوحد هكا الجنينة قدام الدار، هم البنات هنا يا بنتي وبنت خويا ينحوا في لي طوماط سوغيز هادو. نخليكم اذا بعض المناظر هكا من الجبل، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وهنايا وصلنا هذيك المنطقه اللي يقولوا لها العنصر او المنبع ولا وين يديو كامل الناس الماء. هاي ليك، هذا الماء طبعا طبيعي 100% نقي، هابط من جبال جرجرة مباشره.
هذا الماء يعتبر من أجود المياه في الجزائر، إلى ما قلتش يعني من أجودها في العالم. بهذا إذن ودعنا الجبل بهذه المناظر الطبيعية الرائعة. نتمنى إن شاء الله الفيديو تاع اليوم نال إعجابكم، وديروا جيم ونتلقاو مع الوصفات إن شاء الله.